مساء الخير وبرحب فيكم بحلقة جديدة من الجنرال فيو. حبينا نرجع المملكة العربية السعودية اليوم لأنه في خبر، يعني نعتبره خبر ولكن احنا بنحطه بالإطار الجيوسياسي تبعه. هلا بسياق الحلقة رح نشوفه. عنوان الحلقة: في التحولات السعودية الجيوسياسية. ومثل العادة محورين، المحور الأول في مؤشرات التحول، والمحور الثاني النظام الإقليمي حسب رؤية المملكة. خلينا ننتقل للمحور الأول. فإذا المحور الأول في مؤشرات التحول، يعني الانديكيترز، يعني كيف منعرف أنه في تحول. عند النظر لخارطة العالم العربي ممكن نستنتج عدة أمور. بالمشرق العربي على سبيل المثال، إسرائيل، فلسطين، استيطان ودولة ذات طابع يهودي. اليوم عم نحكى دولة يهودية يهودية، وهذه مشكلة كتير كبيرة بالمدى القريب والبعيد. في تقارب بين حماس والسلطة، وهذا شيء فريد أنا أعتقد أنه شكلي حتى الآن، لأنه يلي بيفرق السلطة عن حماس أكثر ما بيجمعهم، يعني الفرق إيديولوجي سياسي وحتى جغرافي بين غزة وبين الضفة. سوريا اليوم طلع خبر أنه أو العدد لسوء الحظ أكثر من 165 ألف قتيل. يقال أنه أكثر من 10,000 أو 12,000 أو 13,000 منهم من الأطفال. لبنان في البراد، مش هناك بنحكي عن الاستحقاق الرئاسي، يمكن نعمل حلقة عنه قريبة إذا الله راد. هلأ لبنان بالبراد بانتصار المسار التالي، يعني نجاح البي 5 بلس 1، ترتيب الوضع السوري، الإدارة اللبنانية في مانجمنت للبنان، مستوى من العنف مقبول، هذا إذا نجحت المبادرات. بالعراق عود على بدء، حكومة لا تحكم، أهداف وأطماع إيرانية، عنا الحركات الانفصالية، داعش في الأنبار. خلينا نشوف بس داعش، يعني نحكى عنها أنه عم بتحاول تكبر المجال تبعها، النظام والمعارضة في قتال. داعش موجودة، الأنبار في كتير مهمة. حدا نحكي عن الدولة الإسلامية، ولكن نحن قلنا هي دولة إسلامية ولكن قد تكون الكيلينج زون، يعني المنطقة الانتهاء منها، لأنه المملكة ما بده إياها، العراق ما بده إياه، تركيا ما بده إياه، وحتى السوريين، يعني ممكن يصير فيه تعاون غير مباشر للقضاء عليها. هذا بالعراق. مصر عادت إلى المسار الطبيعي التاريخي، نحن حكينا أكثر من مرة عن مصر، العلاقة بين الدين والعسكر والفرعون. اليوم بالفرعون رجع، يلي هو المارشال أو السيسي، رجع على الحكم. المغرب العربي حاليا باستثناء الجزائر لأنه جيوسياسيا كتير مهمة، المغرب العربي irrelevant، يعني ما عنده هالتأثير المهم إلا بمقدار ما يؤثر على الهجرة غير الشرعية على أوروبا عبر ليبيا أهمها. الخليج، يعني الخليج العربي باستثناء اليمن، هو الأكثر استقرارا حتى الآن، ولكن الأكثر قلقا من الصعود الإيراني، والأكثر قلقا من التحول الجيوسياسي الأمريكي. اليوم في بيفوت، حكينا إذا بنتذكر حكينا في بيفوت على آسيا، حتى المملكة اليوم عم نعمل شوية أبحاث كمان، المملكة العربية السعودية في بيفوت، إسرائيل في بيفوت. فإذا في كتير بيفوت أو التحول نحو آسيا، فإذا في شغلة كتير مهمة عم تصير، قد تكون موضوع حلقة لاحقة. فإذا القلق الخليجي أيضا بشكل عام والحيوي هو الدور في الطاقة. بينحكى اليوم أنه الخوف من الآتي، يعني الثورة بالغاز الصخري أو الشيل غاز، وهذه أكثر من مرة صرنا حكيين عنها، أو اكتشاف الطاقة في المغرب، في المشرق العربي، اللي يعني بالكوريدور المشرق العربي. كوريدور المشرق العربي، يعني إذا اكتشفنا الطاقة هون، أسبوع الماضي حكينا هذه المنطقة قد تتوجه نحو أوروبا، والخليج قد يتوجه نحو آسيا، ولكن هيدا قلق أساسي. فإذا اليوم عم ينحكى كمان، قريت بالإيكونوميست مقال قديم شوي صغير، بيقول انه المملكه بعد عقد او عقدين من الزمن، يلي بتنجو من الارض او المنتوج من الانتاج من النفط سيستهلك داخليا، وهيدي كارثه على صعيد المملكه العربيه السعوديه، زياده 78% زياده استهلاك، ولكن خليها لموضوع ثاني بس حبينا نمرقها. كمان سيطره ايران، القلق السعودي أو القلق الخليجي، سيطرت إيران على مضيق هرمز مع حليفتها غير المعلنة عمان، لأنه اليوم لما بنحكى عن الشيل غاز، قبل ما نروح على عمان أو على مضيق هرمز، الشيل غاز اليوم في اكتشاف كتير مهم بكل بلدان العالم، لا تقتصر على أمريكا ومكسيكو والأرجنتين وحتى الصين، ولكن في مشاكل بكل هالمناطق. الثورة الغاز أو الغاز الصخري
بنعمل تكنيك جديد اللي هو الفراكينج، إن شاء الله قريبا كمهم بنعمل حلقة عنه. هيدا كله قد يهدد المملكة العربية السعودية أو القلق بالخليج العربي. كمان القلق عند الخليج العربي الدول العربية أو الجي سي سي أو خاصة المملكة العربية السعودية هو عدم توفر طرق بديلة لشحن النفط. إذا شفنا مضيق هرمز أنه بيطلع منه ما يقارب 16.5 مليون برميل بالنهار، بتسيطر عليه عمان والإيران من الجهة الأخرى، هيدي شغلة كتير مهمة. هالسيطرة قد تؤثر على النفط أو تصدير النفط لأنه ممر إلزامي، ومضيق هرمز في كتير مهمة، وكم مرة هددت إيران بإغلاقه لأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي. ولكن المملكة العربية السعودية تعاني من عدم إخراج النفط من الإنتاج تبعها، لأنه 90% من إنتاج النفط بالمملكة أو بالخليج ككل يمر عبر مضيق هرمز، ولكن الطرق البديلة غير متوفرة لتصدر ما يقارب 10 مليون برميل بنهار المملكة العربية السعودية. في خيارات كثيرة، ولكن هذه الخيارات ليست موجودة. أنابيب نفط على البحر الأحمر، على ينبع، كمان عبر العراق، مشكلة كثير كبيرة لأنه العراق اليوم نعرف وين موقعه. الإمارات تجاوز مضيق هرمز، ولكن اليوم المملكة العربية السعودية في مشكلة عندها، أو الخليج، لأنه 90% مثل ما قلت من النفط الذي ينتج يخرج من مضيق هرمز. فإذن عادة تصدر الدول ما يسمى بالكتاب الأبيض أو الليفر بلان. بريطانيا قبيل انسحابها من فلسطين، أستراليا، اليابان، حتى الصين اليوم. شو هي أهمية الكتاب الأبيض أو الوايت بوك أو الليفر بلان؟ هو ملف يصدر عن الدولة المعنية، يرسل رسائل دبلوماسية وعسكرية وبكل الاتجاهات ولكن غير مباشرة. يمكن إهماله، يمكن تقول أنه ما ضروري تتأيد فيه، ولا يلزم الدولة لأنه يأتي على المواضيع والمسائل بشكل عام. هو مثل العقيدة اللي بيصدرها الرؤساء الأمريكيين، على سبيل المثال بوش دوكترين مثل بعد 9/11. مؤخرا في مناورة عسكرية سعودية استحت سيف تحت العنوان تبعه هو سيف عبد الله، عرضت المملكة صواريخ من صنع صيني DF-3 بسميها الناتو CSS-2، مداها 3300 كيلومتر، الحمولة تبعيتها 2 طن الرأس الحربي، هي ليكويد فيول يعني منه سوليد فيول. خلينا نشوف شو عملت المملكة العربية السعودية. الصواريخ الاستراتيجية والتي بحمد الله ثم بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وبدعمكم الدائم هي في أعلى درجات استعدادها القتالي، شهب على رأس العدو لا تصد، وصواعق من سم زعاف لا ترد، صواريخ العزة والكرامة بسواعد أبناء بررة لوطنهم مخلصين ولمليكهم محبين، قد أعطوا الله من أنفسهم العهد على الوفاء لدينهم ثم لمليكهم، عملهم مستمر دؤوب وتدريبهم متواصل. يقال أن المملكة اشترت هذه الصواريخ بالعام من الصين بالعام 87 بعد موافقة أمريكية شرط نزع كل التجهيزات من الصواريخ لحتى لا تستعمل لتركيب رأس نووي. أيضا يقال أن المملكة اشترت من الصين كمان صواريخ DF-21 مداها 1500 كيلومتر، ولكن حشوتها صلبة، وهون مهم كتير. هلأ بالتحليل للي حكيناه لأنه اعتبرناه خبر، التحليل هو على عدة مستويات. في المكان اليوم القاعدة العسكرية بشمال شرق المملكة بحفر الباطن، وهي قريبة من العراق وقريبة من الكويت. يعني شو أهميتها؟ عم نحكي بالمعنى الجغرافي، حفر الباطن هي موجودة مسافة بين الرياض وطهران 1304 كيلومتر. المملكة عملت المناورة قريبة من العراق قريبة من إيران، يعني اليوم هي عم تقلها لإيران أنه أنت بالمدى الصواريخ الموجودة. هذا بالمكان. بالحضور ولي العهد الأمير سلمان، وزير الدفاع السعودي،
الضيوف هون المهمة الملك حمد من البحرين، الشيخ محمد بن زايد ولي العهد بأبو ظبي، رئيس أركان الجيش الباكستاني شغلة كتير مهمة يلي هو جنرال رحيل شريف، واللي جلس جانب الأمير متعب ابن الملك السعودي، كله له معنى بالمعنى السعودي، وقائد الحرس الوطني يلي هو الأمير متعب. المملكة يقال أنه ساعدت باكستان وباكستان ترد الجميل. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما حكينا رايحة بالبيفوت على آسيا، السعودية كمان رايحة بالبيفوت على آسيا، على اليابان وآسيا والصين حتى. لكن لكل من الحضور معنى مهم. على سبيل المثال ملك البحرين حاضر لأنه نعرف ما يجري في البحرين وتدخل قوات درع الجزيرة 1000 جندي وأغلبيته من السعودية. حضور باكستاني عسكري، الكل منعرف أنه تعاون سعودي باكستاني خاصة بالتكنولوجيا النووية. بعض قال أنه قد تعطي باكستان رأسا نوويا جاهزا للمملكة، هذا الصاروخ جاهز. حصلت إيران على السلاح النووي ولكن الأمر دون عقبات. فإذا هلأ المملكة هيدي رسائل مثل ما قلنا الليفر بلان، بالغياب لا ممثل من دولة قطر، وهذا أمر يعكس استمرار التشنج بين المملكة وقطر. لا ممثل على مستوى عالي عن سلطنة عمان، ونعرف عمان كمان بنفس السياق. في التوقيت العيد 9 لتولي الملك عبد الله سدة المملكة، المناورة اجت مع 130 ألف جندي سعودي. هلأ بالرسائل السعودية بالداخل، السعودية الحرب ضد الإرهاب معروف شو عم تعمل المملكة. بالمحيط المباشر رسالة ردع للعراق ورسالة ردع لإيران، وعادة الردع مثل ما بنقول في معادلة، لازم يكون عندك وسائل الردع، يجب أن يكون الرادع بيعرف أنه أنت تردع، يجب أن يكون الرادع مستعدا لاستعمال سلاحه المملكة، أن يقتنع المردوع الهدف أنه الرادع جدي، أنه أنا إذا لم تمتثل لأوامري قد أستعمل السلاح. وأخيرا وليس آخرا أن ترسل الرسائل والنوايا مباشرة، يعني اليوم هيدي المناورة هي رسالة مباشرة من المملكة عبر هذا الترسيل، أنه لمن يهمه الأمر أنه نحن أصبحنا يعني أصبحنا جاهزين ولدينا. إذا كانت إيران استحصلت إيران على النووي فالسعودية قادرة على ذلك في يعني بالمدى القريب. في البعيد، في البعيد يعني الدول البعيدة المقصود الولايات المتحدة الأمريكية، أتى التمرين بعد زيارة الرئيس أوباما للمملكة. المعنى أن الأمور لا تزال عالقة بين المملكة، والمملكة ليست راضية أبدا عن سياسة الرئيس أوباما، لأنه اليوم البي 5 بلس 1 والتقارب هو على ضد مصلحة المملكة العربية السعودية بالمنطقة، وأن المملكة أصبحت قادرة في الدفاع عن نفسها وليس كما حرب الخليج الأولى بالعام 91. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشكلة، المملكة العربية السعودية عندها مشكلة. الخبر من هذه المناورة قد يمكن وضعه بإطار جيوسياسي على المنطقة. هيك منكون انتهينا من المحور الأول. منعود للمحور الثاني، النظام الإقليمي. اليوم المملكة العربية السعودية حاسة حسب رؤيتها للمملكة النظام الإقليمي، ولكن اليوم المملكة حاسة أنه في نظام قيد التشكل تريد هي أن تكون جزء أساسي تمانع كي يكون لها اليد الطولة بهذا الجهاز. يقال أو هذا النظام الإقليمي، يقال أنه نقمة أن تكون هناك نقمة أن تكون دولة قوة عظمى أو كبرى هي نقمة، لأنه كل ما تفعل هذه الدولة يقع تحت المجهر، يعني العالم كله بتراقب. ما تفعله دولة كبرى يحلل وبالتالي توضع السياسات والاستراتيجيات. بالوضع السعودي كيف يفسر هذا الأمر؟ اليوم في مراقبة لسلوك المملكة الولايات المتحدة الأمريكية، إن المراقبة الدائمة لسلوك العم سام من الجهة السعودية يعطي الملاحظات التالية أو المحطات التالية. أسقطت أمريكا نظام صدام بال2003، أسقطت أمريكا نظام الطالبان بال2001 2003. المستفيد الأكبر هو إيران، عدوة أمريكا والمملكة. تخلت أمريكا عن حليف الرئيس السابق حسني مبارك ودعمت الإخوان المسلمين عبر الرئيس مرسي، واليوم تتردد في دعم المشير السيسي. لم تنفذ وعيدها ضد ضرب الرئيس بشار الأسد عند بعد أن خرق عدة خطوط حمر كان قد وضعها الرئيس أوباما. فإذا هذه مراقبة دقيقة للسلوك، إذا في مراقبة دقيقة ومترددة وطويلة الأمد يعني في سياسة معينة، في تغيير جيوسياسي بالإدارة الأمريكية. انسحبت أمريكا من العراق بالكامل بالعام 2011 تاركة العراق تحت هيمنة إيران.
واخيرا وليس اخرا يعني امريكا لتنفتح على ايران او تنفتح امريكا على ايران بي 5 بلس 1. فاذا في مشكله عند المملكه العربيه السعوديه، لانه هكذا تترك أمريكا حلفائها التاريخيين في الغموض والقلق. شو بدهم يعملوا في سلوك أمريكا في أماكن أخرى من العالم؟ كمان هناك مراقبة بشرق آسيا. يقال اليوم في مراحل اليوم بين فيتنام والصين في مشكلة كتير كبيرة، في مشكلة مع الفلبين، في مشكلة أنه الصين تسرح وتمرح بشرق آسيا، ساوث تشاينا سيك، يعني كمنطقة الولايات يعني الصين تعتبرها من أهميات وأولويات الأمن القومي. تشاينا سي سميناه الكاوز تونغ، يعني مثل لسان البقرة. هذه المنطقة بتعتبرها الصين هي منطقة تاريخية لها شغلة كتير مهمة، يعني ممنوع حدا يتدخل فيها، وهيدي يعني تفرض تحديات كتير كبيرة لدول المحيط، الفيتنام، الفلبين. اليوم في مظاهرات بفيتنام ضد تنقيب على النفط بأماكن قريبة من الحدود البحرية لفيتنام. بعدين الصين كمان فرضت منطقة الحظر الجوي، وجل ما فعلته أمريكا أنه أمرت بتحليق طائرة بي 52، يعني نعملت Air Defense Identification Zone. الولايات المتحدة الأمريكية قالت للطيارة المدني، قالت للطيارة المدني ما تمروا إلا بعد ما تبلغوا السلطات الصينية، ولكن أرسلت بي 52، ولكن تبين مثل أنه رفع عتب من قاعدة جوام بس لحتى تقول أنه أنا لا أزال موجودة بهيدي المنطقة. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من أنه عندها قوات متواجدة بالمنطقة، قوات كتير مهمة، ولكن اليوم مثل ما قلنا العالم المملكة تراقب أمريكا بالسلوك الإقليمي بالمنطقة، وهي تراقب الولايات المتحدة الأمريكية بالشرق آسيا. باليابان 35 ألف جندي، بساوث كوريا، كوريا الجنوبية 25 ألف، سنغافورة 122، فلبين 117. ولكن بالفلبين بعد زيارة الرئيس أوباما صار ممكن يصير في تعاون أكثر وعسكر أكثر. بجوام المنطقة الأساسية، في البيفوت قلنا رح يروح على أستراليا، ولكن المملكة الولايات المتحدة الأمريكية فقط أرسلت البي 52. كمان تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان دون أفق للحل فيها. وأخيرا وليس آخرا يتخبط الغرب في كيفية الرد على ضم شبه جزيرة القرم. اليوم شو عم يصير بأوكرانيا من قبل روسيا، واليوم هلا آيمي الأيامي رح بحضر حلقة عنها انه كيف فرنسا بتبيع طوافات ميسترال لروسيا. في مشكلة كتير كبيرة بس ما رح احكي عنها الا بوقتها. هلا هذا بعد ان خزلت امريكا جورجيا بالحرب الروسية بالعام عليها، حرب روسية عليها بالعام 2008، حتى ان باطن اوباما تجاه بوتين يدل على ضعفه حسب البعض او على عقلانية حسب البعض الاخر. فهل يعني الحلفاء يعامل الحلفاء كذلك؟ خلينا نشوف شو قال له لميدفيديف. كمان خلينا نشوف شو قال له لساركوزي، رئيس اوباما شو قال له لساركوزي عن نتنياهو. بغاك ايكوتي موا، اي كانوت ستاند ذيس سالو نتنياهو، اي ثينك هيز ا لاير. ويل اي اندرستاند يو فيد اب وذ هيم، بات اي هاف تو ديل وذ هيم افري داي. فاذا رئيس اوباما يطلب من ميدفيديف انه بوتين يروق باله عليه لحتى ينتخب، ويتحدث عن نتنياهو لساركوزي انه ما بيكرهه لنتنياهو. فاذا العالم عم بيراقب لانه نسي الميكروفون مفتوح الرئيس. فاذا العالم يراقب السلوك الامريكي وصوره الضعف في مكان ما ستقابل بسلوك هجومي. يعني فهل السبب هو شخصيه اوباما ام ان العالم تبدل واصبحت قدرات امريكا محدوده ومقادرة على التدخل واداره العالم؟ قد يكون الجواب حسب بعض المحللين بالاثنين معا، الشخصيه وتبدل العالم. هلا خلينا نرجع للمملكه، لانه مثل ما قلنا المملكه عم تراقب والعالم عم يراقب. مع العوده لموضوع المملكه، بناء على الرساله الحربيه السعوديه اللي حكينا عنها عبر المناوره، قد يمكن القول هناك تحول مهم في الاستراتيجيه الكبرى للمملكه. فهي انتقلت من السياسه الهادئه، طول عمرنا ما كنا نسمع عن السعوديه الا السياسه الهادئه الناعمه السريه، الى السياسه العلنيه حتى عبر السلاح. يعني فهل تحس السعودية اليوم أنه في خطر عليها لحتى تعرض
الصاروخ مدي 3000 كيلومتر، أنه هناك خطر يهدد الأمن القومي ممكن، ولكن تتظاهر السياسة السعودية كما يلي، لأنه عم نحكي عن النظام الإقليمي، البعد الداخلي تريد الاستقرار الأمني واجتماعي، ومن هون طلعت خبرية الـ يعني الليستا للمنظمات الإرهابية منهم الإخوان المسلمين. لازم يكون في استقرار أمني في الحرب على الإرهاب، اجتماعي في مشروع صرف عليه الملك أكثر من 80 مليار دولار بعد ما بلش الربيع العربي. تستعمل المملكة قدراتها المالية الضخمة تجاه بعض الدول العربية فقط لتكون من ضمن المملكة وغيرها، تحت شعار القوة عبر التحالف أو security through alliances. خلينا نشوف المملكة لمين عم تعطي مصاري أكثر. فإذا المملكة لا تكسب الحلفاء بالمنطقة، لأنه حكينا عن نظام الإقليمي، المملكة تساعد الكويت إلى حد ما، الإمارات، اليمن، مصر، هلأ رح نشوف عن مصر كثير مهمة، الأردن، لبنان، ولكن لبنان بتساعده بس هي عارفة، يعني هي تساعد الأردن والمغرب، حتى لبنان مؤخرا 3 مليار دولار للسلاح من فرنسا، ولكن تعرف أنه لبنان اليوم لا تسيطر عليه بشكل كامل، ولكن تعتقد أنه وضع لبنان حساس ولا بد من التعاون مع إيران عندما تدعو الحاجة. مش هناك موضوع يعني موضوع الانتخابات بلبنان أو تأليف الحكومة كان من ضمن هذا التعاون، ولكن المملكة عندها خارطة إقليمية عم بتساعدها. مش هناك منشوف استراتيجية المملكة المحتملة بين المناورة اللي انعملت والمساعدات، باكستان مهم كتير بدورة، ناتو أو الناتو العربي اللي هي عم تحاول تعمله، أو الناتو على المملكة العربية السعودية، مساعدات مالية بلبنان، إدارة الأزمة، مش هناك هكذا ولدت الحكومة الأخيرة، وهذا يفسر عودة السفير السعودي إلى لبنان، ودعوة الأمير فيصل وزير السعود الفيصل وزير خارجية المملكة وزير خارجية إيران لزيارته، يعني نحن عم ندعيكم لتزوروا إيران، ولكن بعد ما فرجيناكم أنه عندنا صواريخ قادرة أن تطال طهران. وقد يكون انتخاب الرئيس عبر التعاون، مش هناك تقول بعض التقارير أنه المملكة تسعى إلى حلف ناتو عسكري عربي يضم إلى مجلس التعاون الخليجي كل من الأردن والمغرب، ولكن هل هالموضوع قادر على أنه يكون جزء أساسي؟ سميناها GCC- على ناتو، أنه اليوم لما منشوف هالحضور صورة التحالف اللي حكينا عنه، بنحكى عن مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن ممكن، باكستان ممكن، قطر خارج هذا الموضوع، مش هيك شفنا أنه في غياب قطري، مش هيك اللي بنحكى عن هالمنطقة بنطلع وين موجودة إيران، يعني بنشوف أنه في تطويق لإيران. فإذا صورة التحالف هي كالتالي: القيادة تحت أمرة الأمير متعب، التعاون عسكري استعلامي، مع مين عم نحكي؟ عم نحكي مع الدول، عم نحكي مع المغرب، عم نحكي مع الأردن، قد يكون التعاون بهذا الموضوع استخباراتي استعلامي، حرب على الإرهاب، المملكة اليوم بحرب ضروس على الإرهاب، المكافأة مساعدات مالية، مثلا بالعام 2012 منحت المملكة للأردن والمغرب 5 مليار دولار. فإذا مشروع الناتو اللي عم نحكي عنه دون عقبات، موقف قطر، موقف عمان، المسافة الجغرافية اللي حكينا عنها مع المغرب، الأردن مستعد، ولكن في مكان آخر تقول التحليل أن المملكة، هل الأردن مستعد؟ ولكن المملكة تقول إبقاء مصر مع المشير سيسي عائمة على الأقل عبر المساعدات المالية، لأنه تاريخيا في تنافس بين اثنين، تشكل مصر بيضة القبان والخلفية الآمنة للمملكة. هذا مع العلم أنه العدد العديد متوفرين في مصر، يعني اليوم إذا بنحكي عن مصر، مصر البحر الأحمر هو ما يفصل المملكة العربية السعودية عن مصر، ولكن مصر الهارد باور كما يقال، القوة العسكرية والخبرة العسكرية موجودة، تاريخهم بين التوتر بين التعاون بالهارد باور وبالسوفت باور، نحكي عن عدد السكان بيصير 106 ملايين 106 ملايين، المساحة 3 مليون، إيران 79 مليون، ولكن اليوم لما بنحكى عن المملكة، المملكة عند الخلفية الجيوسياسية أو العمق الاستراتيجي ما فيه إلى البحر الأحمر بيفصل بيناتهم، فإذا هي قد توازن. ولكن بدي أرجع شوي صغير إلى موضوع باكستان وموضوع GCC- على ناتو، بنحكى عن مصر، قلنا مصر، المملكة العربية السعودية وباكستان، يعني عم نحكي عن عملية احتواء غير مباشرة لإيران. فهل هالموضوع قابل هيك سهل؟
كذلك الأمر ستسعى المملكة مثل ما حكينا أنه تضم باكستان لتؤمن ما يلي: التكنولوجيا المتقدمة نوويا إذا استلزم الأمر، خبرة العسكر الباكستاني مهمة جدا، هز العصا لإيران بشرقها ولكن احتوائها، ولكن هل تقبل باكستان بمعاداة إيران؟ لأنه باكستان مش قادرة حتى على حل مشاكلها الداخلية، لأنه في عندها حركات انفصال، عندها حركات البلوش اللي هن المنطقة الجنوبية في تقاطع مع طهران، وطهران قادرة على التدخل بباكستان ساعة اللي تريد. فإذا حبينا يعني بهيدي المحور أنه نحكي عن موضوع المملكة العربية السعودية، نظرتها شو عم تحاول تعمل المملكة من خلال بعض المؤشرات. هيك ممكن انتهينا من المحور الثاني. وعدناكم بالجنرال فيو انه اوقات بيكون خبر بنسمعه او بنقراه بنحوله نحن لتحليل جيوسياسي. يعني المملكة العربية السعودية من مناورة بسيطة عملنا عنا حلقة كاملة، ولكن اليوم نحن جمعنا كل المؤشرات يلي بتقول تنظر المملكة للولايات المتحدة الامريكية وسلوكها، شو بدها المملكة من المستقبل، وشو عم تحضر للنظام الاقليمي. هيك بنكون من خبر بسيط مثل ما وعدناكم انه نحن بنقول لكم شو لازم تسمعوا مش شو بتحبوا تسمعوا بالجنرال فيو. الى اللقاء.